يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأفضل لي بعد أن حججت حج الفريضة، هل الأفضل أن أحج عن نفسي تطوعا؟ يقول هل الأفضل لي بعد أن حججت حج الفريضة أن أحج عن نفسي تطوعا أو أن أحج عن بعض أقاربي ممن مات ولم يحج؟ أحسن أنك تبري ذمة الميت، تحج عن من مات ولم يحج، أحسن من أنك تحج لنفسك نافلة. نعم.